ولو بتحفظ نتيجة واحدة، الاتحاد العمالي العام وافق على زيادة للأجور أقل بكثير من تلك التي طلب بها، فحصل العامل الذي يتقاضى أجرا دون 1,800,000 ليرة على زيادة، في حين حرم منها العامل الذي يتقاضى أكثر من هذا الراتب. ويبدو أن هذا الأسلوب الاستنسابي لم ينل رضا كل أعضاء الاتحاد العمالي العام الذين عبروا عن رفضهم ما أسموه تسوية اللحظة الأخيرة التي رضخ لها رئيس الاتحاد غسان غصن. هذه الزيادة مردودة، نحن ما بدنا إياها. هذه الزيادة هي شحيدة، وزميلنا غسان غصن كان عم بيقول هو ما بده شحيدة من حدا، هيدي شحيدة، وبتمنى عليها يطلع على وسائل الإعلام يقول هذه الشحيدة. أنا مدير بمؤسسة بقبض 1,810,000، وفي موظف عندي بيقبض 1,690,000، هو بيصير معيشه 1,000,000 تقريبا وشوي، وأنا بضل معيشي 1,800,000. وين العدالة بهالموضوع؟ هذا ويشكك علم في مواقف غصن والخلفيات الحقيقية التي تقف وراء قبوله بهذه التسوية المشحفة على حد قوله. قد يكون هناك مصالح سياسية تقف وراء هذا التحرك، لأنه النتيجة اللي طلعت بتدل على هيك. هل هناك أيضا خلفيات مادية؟ إيه ممكن، لأنه اللي بيقبضوا رواتب عالية فوق 1,800,000 هن أكتريتهم بالقطاعات الكبرى من المصارف اللي هن كارتيل، من المؤسسات البترولية اللي هن كارتيل، موظفين الدولة والمصالح المستقلة، والدولة يمكن ما معها مصاري تدفع. دولي يعني أنت تحاول أن تقول إن كان في هناك صفقة مع الاتحاد العمال بين الحكومة والاتحاد العمال. أنا ما بتهم حدا بالمطلق، أنا بقول في شيء غير سليم حصل، في ظلم لحق بالناس، ونحن ضد الظلم وما فينا نمشي فيه. صفقة أو لا صفقة لا يهم، المهم أن حل اللحظة الأخيرة لم يكن عادلا، فهل يعاد النظر به؟